أقيم بمحافظة المنيا المعرض الدولي الثاني مراكب الشمس للفنون التشكيلية، والذي يضم أعمالا فنية لفناني 60 دولة. واحنا موجودين هنا في الايفنت رقم 2 لمراكب الشمس، معرض الفنون الفن التشكيلي، واللي بيقيمه احد فناني المنيا الفنان العالمي اسماعيل ابو بكر. النهارده خلونا نتعرف. استاذ اسماعيل، بنرحب بيك وبنقول لك الف مبروك على المعرض المقام داخل محافظه المنيا. اهلا بيكو، نورت، وفرصه سعيده ان احنا نشوفكم هنا معانا في المعرض. حقيقه عايزين نسال حضرتك ليه لاقامه هذا المعرض داخل محافظه المنيا؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، ليه داخل مركب نيلي في المنيا؟ احنا بنحاول نعمل نظام جديد او يعني تقليعه جديده في العرض الاعمال الفنيه للفنون التشكيليه. اخترنا كلمه مركب الشمس كرمز عشان من تحريك مركب خوفو، كانت الفكره ان هي تبقى بعيد عن القاعات، في نفس الوقت المتلقي لما يجي على النيل بيبقى مهيئ ان هو يشوف عمل فني، غير لما بنروح قاعة في شارع او في مكان. لكن النيل طبعا اسطورة في الحياة يعني بالنسبة لنا وبالنسبة للعالم كله. حسين، لوحة خط عربي ولوحة فن تشكيلي عن القرية اللي انا مقيمة فيها اللي هي شرق النيل. طبعا شرق النيل دي قرية مشهورة بالمقابر، وتعتبر اشهر مقابر على العالم في مبانيها وزخارفها المتخصصة بها. يعني اول مرة اشارك في الملتقى الدولي، ده الملتقى الدولي اللي اقامه الاستاذ اسماعيل المخرج في القناة 7 في التلفزيون، ويعتبر يعني اول لقاء او ملتقى دولي يقام في شرق النيل هنا على مستوى المحافظات. يعني انا شفت الاعلان على النت وكده، اعلان المعرض، وشفت ناس كتير مشتركة ودكاترة من عندنا من الكلية وكده، بس فانا دخلت وشاركت. بصراحة المعرض انا حسيت ان هو حاجة عظيمة جدا، ان معرض زي ده يتعمل في بلدنا في المنيا، وان يشارك فيه فنانين اجانب وكده، فدي طبعا حاجة مميزة جدا وحاجة جميلة جدا ان هي تكون موجودة. انا سعيد جدا بالمشاركة في المعرض بدعوة من الاستاذ اسماعيل. المعرض طبعا بيضم مجموعة كبيرة قوي من فنانين العالم، وده شرف لنا كلنا طبعا ان احنا نشارك مع اساتذتنا كمان، اساتذة الفنون الجميلة كلهم مشاركين، طبعا حاجة مشرفة جدا، وسعيد جدا بالمشاركه وداخل بعمل لاول مره ان شاء الله في معرض مركب الشمس، واتمنى ان هو ما يكونش اخر معرض ان شاء الله. مشاهدينا الاعزاء، ما زلنا معاكم وفقره اخبار تهمك وخبرنا